ولأن الحياة في الفضاء تختلف كلياً عن العيش على سطح الأرض، فهناك العديد من التحديات التي تواجه رواد الفضاء. الملابس مثلاً، يرتدي رواد الفضاء ما يلائم كل مرحلة، فهناك بدل مخصصة للمشي خارج السفينة الفضائية، وأخرى خاصة بالإقلاع، وثالثة خاصة بالتمارين. يتساءل البعض كيف يستحم رواد الفضاء. يفرك رواد الفضاء أجسامهم بقطعة إسفنج مبللة بالصابون والماء، والشطف بقطعة أخرى، أما التجفيف فبخرطوم هواء مفرغ يشبه خرطوم المكنسة الكهربائية. وفيما يخص الطعام، يأخذ رواد الفضاء الطعام المجفف الخالي من الماء على متن الكبسولة، ويكون محفوظاً في أكياس بلاستيكية معقمة ومحكمة الإغلاق. أما أكثر الأسئلة شيوعاً، كيفية قضاء الحاجة؟ الكبسولة الفضائية مزودة بخزانين، واحد للفضلات الصلبة وأخرى للسائلة. التنظيف يتم باستخدام الهواء بدلاً من الماء. وعن النوم، فالكبسولة الفضائية أيضاً مزودة بأكياس خاصة بالنوم، عادة ما تكون مثبتة على الحائط.